اول شيء غادي نبداو عليه دكتور عماد، شنو هي المناعه ديال الجسم؟ يعني اليوم السيدات كيسمعونا وهذه مده كيسمعونا كنتكلموا على المناعه، اولا ملي كيمشيو عند طبيب تيقول لهم اودي راجلكم هذاك المرض لانه المناعه ديالكم منخفضه، شنو هي المناعه ديال الجسم بالضبط؟ نعم دكتور عماد، كنذكر بانك دكتور في الصيدله ورئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. فاب يعني غنلخصوها في كلمتين، هي كيفاش المناعه هي اللي كتحمي الجسم ديالنا من اي عوامل خارجيه، منها الطفيليات، البكتيريات، الفيروسات، ولا اي حاجه كيمكن تضر الداس ديالنا كتصدى لها المناعه اللي فيها بزاف ديال الانواع. وهاد المناعه الاهميه ديالها شنو هو؟ هو الحفاظ على التوازنات الهرمونيه، يعني من غير انها كتحمي لينا الداس ديالنا كتحافظ لينا على الفيتامينات في الداس ديالنا، كتحافظ لينا على المواد المغذيه، وكتعطينا كذلك كتحافظ على التوازن ديال الهرمونات في الجسم ديالنا. علاش من دابا حنا يلاه في شهر 9 16 تنبيه، نعم، وغادي نهضروا من دابا على المناعه وعلى الاستعداد للبرد والنزلات البرد والمشاكل الحساسيه، علاش دابا كنتكلموا عليها؟ واش هذا الشيء فيه شي منفعه؟ كاين الناس اللي غيتصنتوا لنا غيقولوا دابا هذا ماشي وقت، وحنا الحمد لله مازال الصيف مازال مصيفين، من دابا انتم بغيتوا تهضروا لنا على المرض؟ فاكيد لان هذه الفتره هذه هي كنقولوا حنا ذاك الفتره دو بون، يعني دو باساج، دائما الفترات اللي كتكون كنمروا منها الفصل الى فصل اخر، ذاك الانترفال اللي كيبقى بيناتهم، هنا علاش كتضر المناعه؟ لان خرجنا من فصل الصيف، فصل الصيف اللي كنعرفوا ان بزاف ديال العادات كنفقدوها، يعني فيها التغذيه، فيها ساعات النوم، لان حتى ساعات النوم مهمه للجسم ديالنا، فيها كذلك كما كنقولوا حنايا الاستعمال كما كنقولوا الفقدان ديال بعض المواد المغذيه، مثلا بحال فيتامين دي، بحال فيتامين سي، بحال الاملاح المعدنيه، فهذا الشيء كامل في هذه الفتره هذه ديال الصيف كيخصنا كيفاش نعوضوه وكيفاش نرجعوه للداس ديالنا قبل ما ندخل فصل الخريف، لان المناعه خصنا نهيئوها قبل فصل الخريف، لان ملي كيدخل فصل الخريف هنا كيكون سي تخو طاغ كما كنقولوا، الوقت كيكون فات، وهنا كتولي الفيروسات كتكاثر، كيوليو بزاف ديال الامور اللي المناعه ديالنا الا كانت ضعيفه كتزيد تطور في الداس ديالنا وكيزيدوا هاد الامراض يتكاثروا. داكشي علاش كنعرف مثلا مجموعه ديال الاطباء المختصين في طب الاطفال اللي كيتفقوا مع الوالدين على انه في بدايه شهر 9 كتبقى مثلا تتبدا واحد لاكور او واحد الكيمياء بلوميوباتي، يعني بالمواد الطبيعيه، علاش؟ باش الوليد مثلا ما يوليش كيمرض بزاف بالرواح بالانفلونزا، باش الناس اللي عندهم امراض الضيقه او امراض الجهاز التنفسي كيستعدوا، وغيرها. ملي كنهضروا طبعا على فصل الخريف، احنا كنعرفوا على انه كاينه حكمه الهيه في اغذيه اللي كتظهر واللي ما كانش في فصل الصيف، فصل الخريف اللي احنا متفقين غادي يعني نستقبلوه من هنا 5 أيام دكتور عماد. اكيد فهاد الفصل هذا كنلقاو ان كيكثروا الحمضيات، اذا بحال الليمون، بحال الحامض، البومبلوموس حتى هو في هاد الوقيته هادي، كيكثروا كذلك الانواع الاخرى، مثلا من العائله ديال التفاح اللي هي الاجاص، فعندك التفاح عندك الاجاص، فهذه كذلك كتكثر في هاد الوقت، البرقوق حتى هو كيكثر في هاد الوقت، العنب في البدايه ديال فصل الخريف حتى هو كيكون كثير. فهنا كنهضروا على الفواكه، هاد الفواكه شناهو؟ هو المركب فاكهه الرمان. الرمان فهذا المركب هذا كامل ديال هاد الفاكهه، واكيد اختي سنه كما قلتي فاكهه الرمان، هذا المركب الفيتاميني، لان اساس المناعه هي الفيتامينات، لان لا فيتامينوز ولا ليبو فيتامينوز اللي كتكون عندنا في هاد الفتره اللي هضرنا عليها الانتقاليه كتعطينا هاد المشكل ديال ان المناعه ما كتكونش قويه، لان المحرك الاساسي ديال المناعه هما الفيتامينات، فهاد المواد كلها كتبان في هاد الفتره هادي باش كتعطينا واحد التقويه للجسم ديالنا. وكذلك كنلقاو ما نساوش الخضر اللي كتبان فيها الثومه فهي ديال الفتره ديالها فاش كتجينا في فصل الخريف كتكون اكثر، القوق حتى هو اللي فيه الجلوتاتيون اللي فيه مواد مضاده للاكسده ومواد اللي كتقوي لنا المناعه، الباربا كذلك اللي فيه لابيطاين، هاد لابيطاين اللي هي ماده كترفع لنا المناعه ديال الجهاز الهضمي ديالنا، البروكولي اللي ولا متواجد ومتكاثر ولا يعني ولينا كنستعملوه بزاف ولا في الثقافه ديال التغذيه ديالنا، هاد البروكولي اللي فيه فوائد كبيره، منها مضاد اكسده، منها انه كيحيد لنا الخلايا وكيحيد لنا دوك الجذور الحره اللي كيمكن تسبب لنا العديد من الامراض وتعطينا مشاكل على المستوى ديال الصحه ديالنا. ما غنساوش كذلك المكور حتى هو اللي فيه لاميثيونين اللي كتعتبر من الاحماض الامينيه الاساسيه
في التكوين ديال المناعه ديالنا. الخيار الفجل مثلا حتى هو لان اللي غادي هما المهمين جدا للمناعه، وخاصه كنعرفوا ان حتى في الفتره هذه ديال فصل الخريف كيمكن يكون عندنا ديزانتوكسيكاسيون، يعني كيكون عندنا بعض الامور على مستوى ديال الجهاز الهضمي ديالنا. فعندك الفجل، عندك الباربه، هادو امور اللي كتقوي لينا المناعه ديالنا. ولا هضرنا على المناعه ديال الجهاز الهضمي كنهضروا على المناعه ديال الجسم كامل، لان هي اللي كتهز لينا التوازن ديال الجسم ديالنا. احنا طبعا غادي نستقبلوا الاسئله ديالكم في موضوعنا اليوم. الى عاده ملي كيجي الخريف كيبداو يظهروا عندكم بعض الامراض او بعض المشاكل الصحيه اللي عندها علاقه مباشره بالتحول والانتقال من فصل الصيف الى فصل الخريف، عندك لاله سؤال لك او واحد من وليداتك، استشري معنا وتصلي بنا على رقمنا الهاتفي المباشر 05 22 77 24 24. احنا كنهضروا على المواد الطبيعيه اللي متوفره في المطبخ، اللي متوفره في الاسواق، واللي ممكن ايضا نستفدوا من منافعها في التغذيه ديالنا لرفع المناعه. دكتور عماد، طبعا ملي كنهضروا على هاد الامور شنو هي في دول اخرى؟ مثلا ملي كنهضروا على عادات غذائية مثلا كاع الدول اللي هي حول البحر الأبيض المتوسط لا ميديتيراني كنلقاو أنها كتستعمل أمور اللي كتشابه، شنو كتبين آخر الدراسات؟ فأكيد أن المناطق تقريبا خاصة أن في الفترة كتزاد الاستهلاك ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي فيها الأحماض الدهنية الغير مشبعة المهمة للمناعة ديالنا. الاستعمال ديال الأعشاب المنسمة فتا هي كتستعمل في هذه المناطق ديال اللي كتكون حول البحر الأبيض المتوسط، مثلا الزعتر اللي هضرنا عليه اللي فيه الكوفاكرول اللي كتعتبر مضاد الطفيليات ومضاد كذلك البكتيريا، اليزير لو غوماغان أو إكليل الجبل ما يسمى في عند المشارقة، كذلك الاستعمال ديال الريحان. فالريحان المشارقه هو كيسميوه الحبق، حنا كنسميوه الحبق وما كيسميوه الريحان. هاد الامور كلها، هاد الاعشاب المنسمه كلها، فالدور ديالها كما قلنا هو رفع المناعه، لان هاد الزيوت الاساسيه اللي فيها هي الزيوت اللي كتحرك لنا المناعه ديالنا وكتحمي لنا الجسم ديالنا. فهادو بالنسبه لهاد المناطق. وكذلك الاستهلاك كان عندنا في المناطق الاوروبيه كيتم الاستهلاك كذلك ديال الخضر، وخاصة القرعة، خاصة القرعة بالأنواع ديالها. فكنلقاو في المناطق اللي كتكون باردة كيستعملوا القرعة على الأشكال ديالها، القرعة اللي فيها البيتا كاروتين اللي فيها اش من نوع القرعة علاش كنتكلموا؟ فإلا خدينا جميع الأنواع ديال القرعة كلهم مفيدين، غير هو الاختلاف ديالهم، كاين القرعة الحمراء، كاين القرعة الخضراء، القرعة الصفراء، فعندها الألوان بزاف. وهاد الحمورية إذا كتمشي من خضراء الى 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 احمر قاسم، فهنا كل ما غدا ديك الحموريه كل ما كتكون البيتا كاروتين مركزه فيها، كل ما كتكون القوه ديالها كمضاد الاكسده. اليوم الناس اللي عندهم مشاكل ديال الحساسيه دكتور عماد، نعم، وحنا في شهر تسعود، منتصف شهر تسعود، شهر شوتنبير، باش غادي تنصحهم اليوم؟ فاكيد الحساسيه اننا خصنا نحاولوا نتجنبوا الاماكن اللي عندنا فيهم اللي يمكن يديروا لنا هذه الحساسيه، مثلا اللي كيكون فيها الغبره بزاف. الحساسيه التنفسيه اكيد، فهنا البلايص اللي فيهم الغبره بزاف، البلايص اللي فيها ذاك لونكومبرومون ديال الاشجار، يعني كيكونوا الاشجار كثار، فهنا كيكون كيكون الاوراق كتفقدهم الاشجار وكتعطينا واحد الغبار كبير، لان ماشي الوقت ديال البولين هادي. مسألة أخرى أننا نحاولوا نحافظوا على التغذية ديالنا، حتى التغذية ندخلوا فيها كما قلنا المواد المغذية الأساسية اللي هما الفيتامينات، نكثروا من المواد الخضراء مثلا لأن فيهم مادة الكلوروفيل وكترفع لينا من نسبة يعني المناعة ديالنا. ومسألة أخرى مثلا كمشروب طبيعي خفيف اللي يمكن له يشربوا الأطفال والكبار، ناخذوا البابونج، أزهار البابونج مهمة جدا يعني لتقوية المناعة، واللي كتعاون على التنفس وكترفع لنا نسبة الأكسجين على المستوى ديال الرئة والمستوى ديال الدماغ ديالنا. فبالنسبة للوليدات من 6 سنين حتى 13 عام كناخذوا معلقة صغيرة ديال البابونج، كنديروها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، وكنعطيوها لهم يشربوها في الليل. وبالنسبة للكبار فكناخذوا معلقة كبيرة ديال زهور البابونج، كنديروهم في كاس كبير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، وكيشربوها كل ليلة وكيداوموا عليها طيلة هذا الفصل هذا ديال الخريف، وكتساعدهم على تقوية المناعة، وكذلك باش كتعاونهم باش كيتنفسوا بواحد الطريقة طبيعية. أي سؤال عندكم في موضوعنا اليوم كيفاش تستعدوا لفصل الخريف، فصل الشتاء كذلك، شنو الأشياء اللي خاصكم تركزوا عليها في التغذية ديالكم، وأيضا الوصفة الطبيعية اللي ممكن الإنسان يدعم بها
ويساعد بها المناعة ديالو، خاصة الناس اللي كيمرضوا بزاف أو الوليدات اللي كيمرضوا تهما بزاف. هذا هو موضوعنا اليوم. أهلا بك فاطمة من الدار البيضاء. أهلا بك، شخبارك؟ دايره اختي لاباس، ربي يخليك الله يبارك فيك. تنرحب بك معنا على راديو اصوات، تفضلي شنو سؤالك الدكتور عماد؟ شكرا. كيداير الدكتور عماد؟ بخير اختي، ما كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. شنو السؤال ديالك؟ الله يجازيك بخير، راه كنستافدوا بزاف من الوصفات ديالك، الله يكثر خيرك. هذا واجب اختي، مرحبا. الله يبارك فيك. انا حاليا كنهضر معاك وانا مريضه بالحساسيه، وحتى وليداتي عندي واحد 10 سنين ديما حتى هو الصباح كيبقى يعطس، وحتى هو تبارك الله كبير عنده 15 سنه حتى هو ديما نفس المشكل. وانا حاليا كنهضر معاك، انا ضربني البرد ومريضه على قبل هذه الحساسيه هذه، واخا كناخذ الدواء ديال الطبيب ما كرهتش تعطيني شي حاجه تعاوني الله يجازيك بخير. واخا هذه الحساسيه تقريبا شحال هي تقريبا ديال الوقت عندكم؟ تقريبا على طول العام، هي الصيف تكون شويه ولكن في الايامات البرد ما شاء الله. يعني غير كتدخل هذه الفتره هذه كتجهد عليكم الحساسيه؟ خصيصا في شهر 9 ولا فاش اواخر ديال فاش بغى يسالي العام مثلا في الربيع. إذن هذه الحساسيه ديال الجهاز التنفسي كما قلتي لي انك كيعطسوا الوليدات، وانت عندك هذا المشكل؟ عندي هذا المشكل وليداتي نفس المشكل، واخا دايره الوقايه كنحاول زعما غير لي زور لي كوفر لي. وكيفاش كتجيك الحساسيه دابا؟ وشنو كتخنقي ولا كتجيك الكحبه ولا شنو عندك هذه الحساسيه؟ كيفاش كتجي؟ غالبا العطيس بزاف، حتى ما كيبقاش عندي الجلد صافي. نعم، اذا غير الحساسيه ملي كتدخل هذه الفتره كتبقى كتعطسي بزاف. هذه أعراض اللي بزاف ديال الناس كيعانيوا منها، وكتقول لك أنه هي وليداتها، الوليد اللي عنده 10 سنين والوليد اللي عنده 15 سنة. غادي ناخذوا سعاد اللي معنا من الدار البيضاء. فاطمة، حنا غادي طبعا نرجعوا ونجاوبوا على السؤال ديالك. أهلا بك سعاد. أهلا وسهلا للا سناء، مرحبا بك. لاباس عليك؟ بخير الله يبارك فيك. سعيدة بسمع صوتك. كنهضر معك حسنا، سعيدة بأنني كنسمع صوتك واليوم كنهضر معك مباشرة. أهلا بك، وتنسلم عليك وعلى كل الأخوات من الدار البيضاء اللي كيتابعونا على الموجة راديو أصوات 104.3. بغيتي تسولي على وليدك عنده الحساسية؟ أيه، ولدي دابا غير كيقرب يدخل هكا شهر 9، قولي الاخر بدا شهر 8 كيبداو نيوفو كيعمروا. شحال في عمرو الوليد؟ عنده 6 سنين. ايه، واش ديتيه للطبيب تم تشخيص شي حساسيه تنفسيه عنده؟ لا، ما قال لي والو، ديته عند لوغال وقلب ليه نيفو هذا، قال لي غير التعفن كيكون فيه في هذا الوقت ديال البرد. ولكن ماشي غير ملي كندير ليه الدواء كيمشي، نسالي الدواء كيعاود عاوتاني يرجع داكشي كيف ما كان. واخا نسولك، واش الوليد كان كيمرض عندك بزاف؟ لا ماشي بزاف، غير سخانه عاديه ديال الصغر وصافي. سخانه عاديه واخا ماشي ما كانش بزاف كيمرض، غير هو دابا المشكله اللي عنده في هذاك النيوف كتبقى تهبط ليه داك الشيء خضر وفيه الريحه. يعني تعفن تيكون على مستوى الانف ولا حتى على الحنجره؟ لا، على مستوى الانف، هادشي اللي قال لي. واخا عمرك والطبيب ديتي عند الطبيب ديالو ديال الوليدات ياك؟ ما عنده لوغال مختص في الانف والحنجره ما دارلاش واحد الراديو، لان حتى المشكل ديال لاسينوزيت داك التهاب الجيوب الانفيه حتى هو كيعطينا هاد الافرازات بحال هكا اللي كتكون كتعطينا الريحه. واش ما دارلاش هاد التحليل هذه؟ لا، ما دار لي التحاليل، عطاني دار لي غير الكاميرا وشاف اللور وهذاك الشيء صافي، عطاني الدواء ديالو. بقيت متبع عليه العام اللي فات تقريبا شي 3 مرات وانا كنمشي عنده على نفس المشكل، ولكن باقي ما تحلش ليا عاوتاني، غير دابا دخل قريب يدخل دابا شهر 9 لا خدا شهر 8 عاوتاني عمرو نيو. فهمت. انا بغيت نسولك، هاد الشهادات اللي كيقولوا لنا وكيحكيوا لنا الامهات مهمين بزاف. انا بغيت نسولك سعاد، وليدك دابا عنده 6 سنين، كيفاش كيلبس؟ شنو كتلبسيه؟ وفاش تجي هاد الفتره ديال الخريف، واش كتبدلي له طريقه اللبس ديالو؟ لا بصراحه دابا حاليا ما بغيتش نبدل ليه، حيت باقي الجو ما مستقرش، ما بغيتش نزيدو، باقا كنلبسو عادي بحال في الصيف، كنزيدو غير واحد التريكو من الفوق في الصباح، وعاوتاني في العشيه ملي كيتحرك البرد كنكون ديما هازه معايا واحد التريكو خفيف كنلوحو ليه فوق من اللف ديال. واش تريكو ولا جاكيت كيتفتح من القدام؟ لا، كيتفتح من القدام، ماشي تريكو اللي كيتلبس. نعم. الوليد في الليل البلاصه اللي كينعس فيها مهويه مزيان ولا كتشدوه في كل شيء؟ كيفاش كيكون في الليل؟ لا، في الليل كان في السراجم، ولكن بالنهار كيبقاو مهويين، كنشمش الفراش ديالي كلشي زعما من ناحيه زعما البكتيريا وهذاك اللي كتسبب الحساسيه، فانا حاضيه معاه. نعم. وعلى مستوى التغذيه؟ الحمد لله كياكل عادي، زعما الماكله المتنوعه عاديه. كياكل ليمون؟
كياكل ليمون كيحماق عليه. ايوا هذه راها ميزه. كاين الوليد كاين الوليدات اللي كيمخطوا مواتهم ما كيبغيش نهائيا يشربوا داك العصير او ياكلوا الليمون. عطاتنا سعاد واحد الفكره واضحه على العادات عندها في الدار. حول اللباس وتغذيه الوليد. نقطه اخيره اللي بغيت نسولك عليها سعاد، واش وليدك ملي كيلعب كيعرق بزاف؟ كيعرق بزاف. يعني ها هو عرقان الا كان غير كوغوندير صغير في الدار ولا في المدرسه كيمرض. كيعرق بزاف هو، يا غير اللي تحرك غير شويه كيعرق. دكتور عماد، هذه من الشهادات اللي ديما كنسمعوها عند الامهات، هو تعرق مفرط عند الوليدات اللي تبارك الله كيكونوا حركيين، وهذه الحركيه عند الاولاد او عند الطفل بشكل عام ما خصهاش تخلعنا حنا الامهات، لان كتعكس لله على انه الطفل كيكون عنده واحد الثقه في النفس ديالو، وعلى انه عنده واحد الاستقرار نفسي اللي حنا كاملين كنبحثوا عليه باش وليداتنا يكبروا بشكل متوازن. ولكن من جهه اخرى كتمحنا هذه القضيه هذه، لانه الوليدات كيوليو كيمرضوا في رمشة عين. شنو الحل؟ شنو هي المواد الطبيعية؟ شنو نصيحتك اليوم؟ نعم، فأول حاجة بعدا هو الملابس اللي نديرو لوليداتنا. مازال كنأكد أننا نديرو القطن بعدا كيحاول يحيد لينا واحد 50% ديال هذاك التعرق، لأن كيكون واحد الامتصاص ديالو. هذا من جهة. من جهة أخرى في المواد الطبيعية شنو يمكن يخفف علينا هذا التعرق هذا اللي كيكون عند الأطفال ديالنا؟ غادي ناخذوا لويزا، إذا 5 ديال الوريقات ديال لويزا، وغادي ناخذوا الزعتر والقشره ديال البرتقاله. غادي نعاود 5 الوريقات ديال لويزا، معلقه كبيره ديال الزعتر وقشره ديال البرتقاله. هاد المكونات كاملين كنطبخوهم في نص سيترو ديال الماء حتى كيتطبخوا مزيان وكيعقدوا. كنصفيهم في واحد القريعه اللي كنسدوها، ما كنخليوش اشعه الشمس تقيسها، وكنديروها في الثلاجه. كنوليو كناخذوا كاس صغير من هذا المحلول هذا، كنخلطوه في واحد السطيله اللي كيكون فيها الماء سخون، الدرجه اللي غيستحملها الطفل ديالنا. من بعد ما كنغسلو ليه كنخويو عليه ديك السطيله ديال الماء في الحمام، كنخليوها واحد 3 ديال الدقائق حتى 5 دقائق، ومن بعد كنشفو ليه. فهاد المحلول هذا غادي يعاون ان دوك المسام يوليو يفرزوا لنا التعرق بواحد الطريقه اللي كتكون منتظمه وما تاثرش عليه. هذا من جهه. اذا هاد الوصفه ديال لويزا كتعطيها لكل من كيتابعنا، اللي شنو نوازنوا التعرق. فوالا، نقصوا من التعرق ديال الاطفال. واخا بالنسبه للناس اللي عندهم، كيف سمعنا الوليد عنده تعفن على مستوى الانف، السيده هي وليدتها عندهم الحساسيه التنفسيه، العطيس في الصباح، وهذاك العطيس في الصباح راه شي حاجه اللي مزعجه. أكيد. أو الإنسان كيتخنق في الليل، شنو هي الوصفة اللي غادي تنصح بها الناس؟ فهنا غادي ننصحهم بوصفة، يعني الأطفال ديالنا من 6 سنين حتى 13 عام غادي ناخذوا نبتة المريوت، ولكن المريوت ما كتشربش، المريوت كناخذوا واحد الورقة ديال المريوت وكنديروها تطبخ في الماء حتى كتطبخ مزيان، وكنهزوها كنقطروا 3 ديال النقيطات فقط في كل بلاصة في النيف ديال الوليدات ديالنا. كنديروها باللي كيفاش الناس غيعبروا 3 نقاط ديال هاد التقطيره؟ فاكيد غادي نهزوا الورقه اللي غادي يكون فيها الماء سخون، وكنقرا النقطه كتبان، يعني ملي كنقطروها راه كتبان نقيطه نقيطه. او مثلا نقدروا نديروا مساله اخرى، ناخذوا واحد العلبه ديال القطرات اللي كتكون عندنا في الدار، نغسلوها مزيان، نعقموها بالماء سخون يعني الماء مغلي، ونقطروا فيها او نعصروا فيها هاد النبته هادي، ونسدوها مزيان نخليوها في الثلاجه، ونهزوا بديك لا بيبيت نديروا 3 ديال النقيطات في كل نقيطه، يعني في الانف ديال الوليدات ديالنا. هاد الوصفه كيفاش تستعمل، في الصباح ولا في الليل؟ نستعملوها في الليل من الاحسن. 3 ديال النقاط ماشي اكثر في كل جهه من الانف. من الانف ديالنا. هاد المحلول من غتصوبوا السيده وديروا في قريعه وديروا في الثلاجه، شحال غيبقى صالح للاستعمال؟ غيبقى 15 يوم، اذا غادي نحافظوا عليه مده ديال 15 يوم ما غاديش يتضرر. وهنا شنو هو الدور ديال المريوس؟ مضاد للحساسيه ومضاد كذلك للتعفنات. الوصفه اللي غادي تشد جوج سيمانات، يعني شحال كميه ديال المريوت اللي غتستعمل السيده؟ هنا غادي ناخذوا غير ورقه كبيره ديال المريوت، الا طبخناها في نص سيترو ديال الماء فهي كافيه اننا غادي نستعملوها، ماشي مشكل. وغتاخذ ذاك الماء كامل هو اللي غيولي تقطيره؟ غادي تاخذ المريوت، عشبه المريوت، ديرها في واحد الزيف ديال حياتي وتعصرها مزيان، غادي تعطينا ذاك الكميه ديال الماء، لان غير 3 ديال النقيطات، ف3 ديال النقيطات اللي استعملناها مده ديال 15 يوم راه كافيه هذيك الكميه. غادي ناخذ نزهه معنا على الخط. صباحك سعيد على راديو اصوات يا نزهه. السلام عليكم. اهلا بك. وعليكم السلام. اختي سهلا، بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كيدير الدكتور لاباس عليك؟ بخير اختي، ملي كنسمع صوتكم مرحبا. عندها حساسيه تنفسيه، كيفاش كتعاني من هذه الحساسيه واش كتعالجي عليها؟ تنعاني منها الصيف الخارج، تيجيني كلها هذا في الشتاء، وخفيف شويه تتخف عليا شويه ما تبقاش
ناخذ على الدواء. اييه ودابا قال لي سمعتي الدروه ديال الجمل مزيانه ليا خصني تعطيك الدكتور معاش نديرها شي قال لي مع الحوض. اييه شي قال لي مع الفول وخلصت على غير الصباح. نزهه شكون اللي نصحك تديري هاد الدروه الجمل؟ الوالده ديالي قالت لي مزيانه. وعلاش واش هي كتسخن زعما الجسم مزيانه حيت كتسخن الدات؟ قال لي مزيانه في الصدر الحساسيه. دكتور عماد كنعرفوا انه كاين كثير من العادات ومن الوصفات التقليديه اللي مستعمله في المجتمع ديالنا في البيت المغربي، واش فعلا هاد الذروه مزيانه؟ اكيد الذروه مزيانه كمغذي كمقوي للجسم، ولكن انها باش كتحيد الحساسيه خاصه الا كانت عندنا حساسيه مزمنه فهنا ما عندهاش علاقه بها نهائيا. شنو كيمكن نستافدوا من الدروه الجمل مثلا كاع الا بغينا حنا نستخدموها نستعملوا فيها اعشاب طبيعيه اللي يمكن تساعدنا على المناعه ديالنا. فالدروه مثلا غادي نطيبوها حتى تحت الذوب، اذا ناخذوا تقريبا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الدروه، كنزيدوا عليها معلقه صغيره ديال الزعتر اذا انت كذوب، عاد كنزيدوا فوق منها معلقه صغيره ديال الزعتر ومعلقه صغيره ديال البابونج اللي هضرنا عليه، فكنخليهم حتى كيطلقوا وكنخليوها حتى كتبرد. وديك الساعه هاد الدروه هادي المخلطه بالزعتر وبالبابونج كناخذوا غير نص معلقه صغيره في الصباح، كناخذوها بعد الفطور وكنداوموا عليها واحد المده ديال شهر فقط، فهنا غادي يمكن نستافدوا من المنافع ديالها. اما الدروه بوحدها ما غاديش تعطينا فائده بالنسبه للحساسيه. اليوم حضر لنا وصفات دكتور عماد. اكيد، وحنا غادي نصايبوا واحد الوصفه، وكما ذكرت شخصي سنة ان الاطفال صعيب انهم بعض الوصفات ياخذوها، فهنا غادي نصايبوا واحد الوصفه في شكل عصير اللي غادي حتى المذاق ديالو يكون زوين. علاش غيصلح هذا العصير؟ علاش كنصحوا به الناس؟ مقوي المناعه، غادي يعاون الجسم على محاربه يعني هذه الفتره هذه اللي كيكون فيها الميكروبات الحساسيه كذلك. واللي زوين في هذه الوصفه ان تصايبها الاسره كامله صالحه للكبار والصغار. الوصفه ديالنا شنو فيها؟ فيها خيزو محكوك، الجزر محكوك، العنب المكور محكوك، القرقع وعصير البرتقال. اذا غنعاود، الجزر محكوك جوج معالق كبار، البيتا كاروتين، العنب 10 ديال الحبات، المكور محكوك ماده الميثيونين ناخذوا 3 ديال المعالق كبار. اين نوع المكور؟ المكور اللي كان الاحمر ولا البيض ماشي مشكل. القرقع 5 ديال الحبات، وعصير البرتقال جوج ديال الكيسان كبار. إذن بجوج كيسان كبار ديال عصير البرتقال كنزيدوا 5 ديال الحبات ديال القرقع، 3 المعالق كبار ديال المكور محكوك، 10 الحبات ديال العنب، وجوج معالق كبار ديال جزر محكوك او خيزو محكوك. العنب هنا الناس يحيدوا القشره ويحيدوا العظم؟ نحيدوا لا غير العظم ديالو ونخليوا القشره ماشي مشكل. غادي نطحنوا هاد المكونات كاملين حتى تطحنوا مزيان في الخلاط الكهربائي وكنصفيهم في واحد الصفايه. هذاك المحلول اللي كنحصلوا عليه بالنسبه لوليداتنا الصغار كناخذوا كاس صغير بعد الفطور، وبالنسبه للكبار كياخذوا كاس كبير بعد الفطور. بقات لنا شي حاجه من هذا الخليط هذا كنديروها في الثلاجه، ولكن المده ديالها يومين فقط، والعمليه غادي نستعملوها مده ديال 15 يوم. المكور غيتاكسد، العنب غادي يتاكسد اكيد، وتاد العصير ديال البرتقال ما خصوش يبقى في الثلاجه لان كطير فيه ذاك الفيتامينات كتمشي. اكيد، غير هو هنا كاين عندنا خلط، كاين مكونات اللي كيكونوا مع بعضياتها فكيكون واحد التماسك ديال لي موليكول، نقدروا نخليوه نهار ماشي مشكل. اذا والوصفه كناخذها مده ديال 15 يوم. يمكننا نزيدوا وصفه للدهن كذلك. هذه الوصفه هذه غادي ناخذوا فيها زيت الريحان، زيت السلميه، لاصوج اللي فيها ماده البغنيون المهمه الحساسيه ومهمه كذلك لرفع المناعه، وزيت نوار الشمس، معلقه كبيره من زيت الريحان، معلقه كبيره من زيت السلميه، وجوج معالق كبار من زيت نوار الشمس. كنخلطوا هذا الخليط وكنوليو كنديروا بهم كندهنوا بهم، هذه بالنسبه للحساسيه ديال الصدر، كندهنوا الصدر والظهر ديال وليداتنا، وكذلك حتى الكبار يمكن لهم يستعملوها ماشي مشكل. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.